جامعة القاهرة الفرع الدولي نظمت مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية في مصر عن أهميتها والنتائج المتوقعة وإيه اللي تم إنجازه على أرض الواقع حتى اللحظة. المسابقة دي بتيجي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعات الجامعة لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وكمان تشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية وأيضا المسابقات الدولية. جمعة صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة، نتعرف عليها دلوقتي مع دكتور محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون الفرع الدولي للشؤون الأكاديمية. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وبعد التحية لو تقول لنا ايه الدافع لتنظيم مسابقة عن المشروعات القومية المصرية وليه اخترتوا الفرع الدولي عشان تتعامل فيه هذه المسابقة تحديدا؟ تمام، صباح الخير يا فندم وصباح الخير على السادة المشاهدين. هو احنا في الفرع الدولي مؤسس حديثا وبدأت الدراسة فيه في سبتمبر 23 في جامعة القاهرة، فرع من فروع جامعة القاهرة، بندرس فيه برامج مشتركة مع الجامعات الأجنبية. الحقيقة الغرض من المسابقة إن احنا نعرف الطلاب بالمشاريع القومية عشان نزود الوعي بين الطلاب ونعرفهم بدور المشروعات القومية في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة وحاجات كتيرة جدا من الأهمية بتاعة المشروعات القومية، لأن الحقيقة احنا لقينا إن الشباب حاجات كتيرة جدا بيبقوا مش عارفينها عن أهمية المشروعات القومية والدور اللي هي بتعمله. فاحنا لقينا دي فرصة كويسة في الظروف اللي احنا فيها إن احنا نعرف الشباب بالكلام ده ونعمل لهم مسابقة عشان خاطر نحفزهم إن هم يدرسوا ويقروا ويعرفوا ويشوفوا. والحقيقه رد الفعل بتاع الاولاد كان بوزيتيف جدا وايجابي جدا جدا فوق الوصف. طيب دكتور محمد، شكل المسابقه عباره عن ايه؟ تمام، احنا قلنا لهم احنا عايزين نعمل من كل طالب عايز يشترك في المسابقه حددنا ثلاث مجالات، مجال التصوير ومجال المقال التصوير اللي هو صفحه او صفحتين ومجال البحث العلمي اللي هو 10 صفحات فما اكثر. يشرح لنا ينقي مشروع من المشاريع القوميه، يقول لنا اهميه المشروع ايه، النتائج المتوقعة من المشروع إيه لو ما كانش المشروع تم، أو النتائج اللي حدثت فعلا لو المشروع كان تم إنجازه، وما تم إنجازه على أرض الواقع للمشاريع الجارية دلوقتي. وعملنا الإعلان يوم 28 ديسمبر وقلنا للولاد يسلموا يوم 4 ديسمبر، والحقيقة لقينا إقبال عالي جدا وكثير من الطلبة طلبوا إن إحنا نمد مهلة التسليم، فخلينا التسليم يوم 8 ديسمبر، وفعلا إحنا استلمنا المشاريع يوم 8 ديسمبر، والإعلان النتائج هتبقى الأسبوع دوت إن شاء الله تعالى. طب دكتور، بالنسبة ل يعني الظروف أو يعني المسابقة نفسها، هل هي عبارة عن يعني بتعتمد على إحصائيات أم دراسة، يعني بتعتمد على إيه؟ تمام يا فندم، الجزء بتاع التصوير مثلا ده كان بيعتمد إن الطالب يروح المكان بتاع المشروع ويصور صور واقعية من الموقع، عشان كده إحنا كنا عايزين الأولاد يروحوا ويشوفوا بعينيهم الوضع إيه. المقال ده بيعتمد على ان الطالب بيبقى عارف وقاري وبيلخص في صفحه او صفحتين اللي هو فهمه عن الموضوع بتاع المشروع. البحث العلمي في الحقيقه هو بيجمع الاثنين، البحث العلمي هو برضه عنده نولج وبيعمل دراسه على الانترنت ويشوف الاخبار والمواقع بتاعه الصحف وايه الاخبار اللي مكتوبه عن المشروع القومي اللي هو اختاره، زائد التصوير. يعني لازم برضه يصور صوره او صورتين للمشروع اللي هو بيتكلم عنه. طيب ايه ابرز المشروعات يا دكتور، ولو كان في تركيز حتى على المشروعات اللي ليها عائد مباشر على الشباب بما اننا طبعا بنتكلم مع الطلاب؟ شوف يا فندم، هو عملوا على مشاريع كتيره جدا، انا هقول لك لسته بالمشاريع اللي احنا شفناها جايه لنا في الانبوت بتاع الطلبه، وهقول لك اكتر مشاريع كانت الطلبه مركزه فيها. احنا جالنا مشاريع عن محطه الطبعه النوويه، عن قناه السويس الجديده، عن المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، عن القطار السريع، وعن مشروع حياه كريمه. لكن اكتر حاجتين كانت الطلبه مركزه فيهم مشروع حياه كريمه ومشروع محطه الطبعه النوويه. طيب وبعد يعني فندم، بعد ما بتتعمل هذه المشروعات وبتتقدم في المسابقه، ايه اللي بيحصل؟ ايه مصير هذه المشروعات؟ احنا دلوقتي بنحكم المشاريع، وبعد ما نحكم المشاريع ونحدد المشاريع الفايزه بالمركز الاول والثاني والثالث في كل مجال من المجالات، احنا هنخلي الطلبه اللي فازوا بالجوائز يعملوا بوستر للمشاريع اللي هم قدموها متعلق في الفرع عشان خاطر كل زمايلهم بقى اللي ما شاركوش يعرفوا. الحقيقه احنا مهتمين جدا في جامعه القاهره بوجه عام وفي الفرع الدولي بوجه خاص ان الطلبه تعرف الانجازات اللي موجوده على ارض الواقع في البلد. مهم كمان يكون في دقه كمان يا دكتور في الاحصائيات والارقام اللي بيعتمد عليها الطلاب في رصد هذه المشروعات، وحضرتك بتتكلم على المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، اعتقد ان ده مش مشروع واحد، يعني المنطقه الاقتصاديه
فيها عدد كبير جدا جدا من المشروعات في هذه المنطقه. بالظبط يا فندم. احنا الحقيقه شكلنا لجنه من اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره من كليات المختلفه، كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، كليه الهندسه، الكليات المختلفه اللي ممكن تبقى ليها اندوت في المشاريع اللي الاولاد بيقدموها، واللجنه دي هي اللي بتقيم المشاريع وبتقيم الجديه بتاعت المشاريع والبيانات اللي هم جايبينها، بيانات موثقه ولا بيانات مش مضبوطه وكده. طيب بناء على ايه حضراتكم بتختاروا المشروعات اللي هتفوز؟ بناء يا فندم على الدقه بتاعت العرض اللي الطلبه عاملينه، وبناء على بقى جهات يعني وجهه نظر اكاديميه شويه، طريقه العرض بتاعت الحاجه من وجهه نظر اكاديميه موافيه للاشتراطات بتاعت كتابه مقاله او بحث علمي من وجهه نظر اكاديميه ولا مش موافيه للاشتراطات بتاعت الكلام. المشروع بيبقى طالب واحد ولا اكتر من طالب ممكن يشتركوا في نفس المشروع؟ لا، هو كل مشروع طالب واحد يا فندم، واحنا بندي لكل مجال من الثلاث مجالات اللي هم التسويق والمقال والبحث العلمي ثلاث جوائز، الاول والثاني والثالث. هل في كليات معينه؟ طلبه ممكن يفوزوا. بقول لحضرتك يا دكتور، هل في كليات معينه؟ هو احنا الفرع الدولي في الوقت الراهن في خمس كليات موجوده جواه، في برامج تبع خمس كليات: اقتصاد وعلوم سياسيه، حاسبات، اداب، طب بيطري، وطب اسنان. هم دول الطلاب اللي موجودين عندنا في الفرع الدولي بينتموا للخمس كليات دول، فهم دول المقدمين في المسابقه. وايه الجوائز يا فندم؟ حضرتك قلت بيبقى في جوائز للمركز الاول والثاني والثالث. الجائزه الاولى في كل مجال 3000 جنيه، الجائزه الثانيه 2000 جنيه، والجائزه الثالثه 1000 جنيه. طيب ومين اللي بيختار الموضوعات للطلاب او المشروعات المتعلقه بكل طالب؟ لا يا فندم، احنا سيبنا بقى اختيار المشروعات دي للطلبه، هم اللي ينطلقوا ويشوفوا. احنا الحقيقه كان غرضنا في الاخر وفي الاول من المسابقه ان احنا نعرف الطلبه بالمشاريع القوميه، فاحنا بالتالي ما تدخلناش خالص في اختيار المشاريع، سيبناهم هم يشوفوا. وعشان كده يعني انا قلت لحضرتك خمس مشاريع، الحقيقه في اكثر من كده بكثير الطلبه مقدمينها. الحقيقه احنا سيبناهم هم ينطلقوا بقى ويشوفوا ايه المشاريع اللي موجوده في البلد فعلا على ارض الواقع. وان شاء الله برضه في النيه ان احنا هنعمل ندوه في الاخر على نهايه الفصل الدراسي قبل بدايه الامتحانات، عشان خاطر نعرف الطلبه اللي هم قالوه والمشاريع القوميه اللي موجوده في البلد بناء على العرض اللي هم عملوه. يعني بحسب كلام حضرتك يا دكتور محمد، ممكن مثلا مشروع زي مشروع الضبع نلاقي فيه عشرات الابحاث مثلا مقدمه، لكن كل واحد ليه طريقه في العرض مختلفه عن الطالب الثاني، وبالتالي ده اللي بيميزه او اللي بيخليه مثلا يحصل على المركز الاول. بالظبط يا فندم، كل واحد جاب البيانات من مصادر معينه، فممكن المصادر دي تبقى ادق من مصادر ثانيه، تبقى فيها وفره من البيانات اكتر من واحد زميله الثاني. وطريقه الصياغه بقى بتاعت الحاجه لازم تكون طريقه صياغه علميه موافيه للمعايير العلميه لصياغه بحث او تقريب او مقال. عظيم جدا. احنا وصلنا للبحث اللي حصل على المركز الاول، ازاي نقدر ننشر هذا البحث بحيث ان عدد اكبر من الطلاب يستفيدوا منه؟ والله المخطط ان احنا هننشره في حدود الجامعه، يعني بره الفرع الدولي كمان. طبعا جوه الفرع الدولي زي ما قلت لسعادتك احنا هنعمل بوسترات للمشاريع الفائزه، وهننظم ندوه يحضرها الطلاب اللي موجودين عندنا كلهم، نعمل فيهم ملخص للمشاريع كلها الفائزه واللي حتى ما فازتش، ونركز على المشاريع الفائزه عشان الناس تعرف. الغرض بتاعنا ان الطلبه يعرفهم ايه كم المشاريع القوميه اللي بتدار في مصر دلوقتي. الحقيقه الكم فوق ما يخطر في بال حد وفوق ما يخطر في بال الطالب اللي قاعد قدامنا، فاحنا عايزينه يعرف كم المشاريع الموجوده سواء اللي هو درسها او اللي غيره من زمايله درسها. برضه مخطط ان احنا نعمل زي بوشور صغير كده صفحتين او ثلاثه، ملخص للشغل اللي الولاد عملوه، يتعمم في بيانات المكتب الاعلامي بتاع جامعه القاهره عشان كل الطلبه في جامعه القاهره يبقوا شايفين ايه اللي زمايلهم عملوه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد العطار، مساعد رئيس جامعه القاهره لشؤون الفرع الدولي للشؤون الاكاديميه.